قرأت بيانات الكتل السياسية التي يعني أيدت ودعمت وأشادت بخطاب المرجع واعتبرت خارطة الطريق، بشون قرأتها أنت؟ أنا بالنسبة لي واضح من التعليقات اللي أشوفها بالفضاء العام سوشيال ميديا وغيرها وتفاصيل أخرى، يعني واضح برد الناس الشارع العراقي، أنت شون شفتها؟ يعني ناس تضحك تقول لي عاد يعني المرجع لمن وجه بيانه إذا أنتم مؤيدين إليه؟ هيش سمعنا الخطاب. لا لا شوف يعني خليني بس بدقيقتين أعرج على قضية مهمة قال أستاذ وائل حتى أرجع لهذا سؤالك. أولا قضية تفضل أستاذ سامر بكلمة أعانكم الله أو أعانهم الله، يجب أن نفهم أول لغة الحوزة شن هي، ولغة رجال الدين كيف تصاغ حتى نتمكن حقيقة من طرح مثل هذا السؤال. أعانكم الله هذا كلمة متداولة هناك، يعني متداولة بين رجال الدين وبين أي يعني بكلام المرجعية عملية طبيعية وليست لا يعني كعملية دعاء ليس إلا هذا. واحد الأمر الثاني يعني حضرتك أنت واتفقت مع أستاذ وائل على أنه النظام انتهى والسيد السيستاني اعتبر أن النظام انتهى، لا لا أبدا ليس هناك أي من هذه المؤشرات نهائية. ما قلت انتهى، قلت يأس، أول يأس المرجع من هذا يأس النظام من إصلاح حاله، واضحة. اعتقد استاذ وائل صديقي العزيز هو اللي قال انتهى او كذا حسب ما قلت انا. نعم ابدا لم ينتهي، لانه السيد السيستاني وانا قريب جدا من هذه الدائره يعني واعلم كثير من المعلومات ان السيد السيستاني لا يريد اي تغيير في هذا النظام ولا يرغب في ان تكون هناك تغييرا لا بالقوة ولا بالهذا، هو يدعو إلى إصلاح حقيقي في بنية النظام السياسي، هذا ما يريده السيد السيستاني. يعني أما أنه من كلامك أستاذ علاء حتى نصوب الحديث ويفهم المشاهد بشكل أدق، تقصد القائمين على هذا النظام وليس شكل النظام؟ نعم لا 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 يعني شكل النظام بهالطريقة هذه والآن الموجودين عرفت، هو يريد إصلاح هذا الأمر ولا يريد حقيقة نهاية هذا النظام.